فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تأمين طلبات للزبائن بالأجل، تأمين طلبات للزبائن بالأجل لبضاعة معينة، فيرسلون طلب الشراء عن طريق الفاكس، فأذهب وأشتري البضاعة من السوق ثم أقوم بتوريدها عليهم في اليوم الثاني. إيش؟ تأمين طلبات للزبائن بالأجل لبضاعة معينة، يرسلون طلب الشراء عبر الفاكس، ثم أذهب وأشتري البضاعة من السوق ثم أقوم بتوريدها إليهم. إذا وردت وملكتها وحصلت تحت يدك بعها، أما قبل ذلك لا تبع، قبل أنك تتمكن منها وتورد عندك لا تبع. نعم.